Bonjour, c'est très agréable. اللي صار الساعة واحد ونص في الليل الكهرباء طبعا كانت قاطعة فروحت أنام وأنا نايم الساعة واحد ونص صار انفجار في البيت فطلعت الدار كانت كلها سودة سودة فأخذت الأطفال أولادي ونزلت إحنا في الشقة 9 أنفار والحمد لله إن المنطقة اللي انضربت غرفة الضيافة اللي فيها الكنب واللي فيها التلفزيون وكانوا الأولاد يعني الكهرباء قاطعة ما فيش حدا عند التلفزيون وكانوا نايمين فنزلنا إحنا بسرعة مع صوت الانفجار لأنه خفنا يصير في انفجار ثاني أو استهداف ثاني فمش عارف أنا إيش السبب القصف عندنا مع إنه إحنا يعني بيت مدني وما فيش منطقة يعني مدنية وما فيش فيها أي حاجة وإيش السبب ما بنعرفش يعني ما شفنا إلا الانفجار هذا اللي صار وصار في قذايف على جيراننا كمان فإحنا خلينا المنطقة والصبح رجعنا شفنا إيش اللي صار. بس التلفزيون اشتغل اجت سحبت الفيشة بدها تيجي الساعة كويس هيك خبر برضه خدنا القذيفة من البيت المقابل لكم حبيناش نزعج على هوا كان والله شوي سلامات يلا